التشكيل الأمثل يكون شكله عامل إزاي؟ يعني يمكن دي نقطة فيها نوعا ما عدم استقرار فني في الأهلي لحد دلوقتي على فكرة أفضل ثلاثي ممكن الأهلي يلعب بيه دايما في المباريات. كان أنا شايف إن وجود بيرستاو مهم جدا، مهم جدا حتى كفكرة الشخصية. بيرستاو جاي من دوري أبطال أوروبا قبل كده، قابل ريال مدريد قبل كده وعمل جيم كبير لما كان موجود في بلجيكا، فهو نوعا ما معتاد على الأجواء، هيكون الماتش مش غريب عليه قوي. فأنا شايف إن وجود بيرستاو مهم جدا. وجود بيرستاو بقى مكانه ايه في الملعب ده متعلق شويه بافكار مارسيل كولر، يعني هل هيبقى تاو موجود على الجناح اليمين ولا يكون محتاج ان هو محتاج اجنحه عندهم قدرات دفاعيه اكبر من كده ويعتمد على بيرستاو في قلب الهجوم. ده خيار ممكن يكون متاح، لكن الاسم الاول اللي مهم يكون موجود للاهلي تاو. انا شايف ان الطاهر في المباراه دي مهم جدا وجوده. هو نمره واحد طاهر. طاهر بالظبط، مش حسين الشحات الجناح التاني بس داود يخلص يعني زي كعقب يعني زي ما قلنا هنا الفكره بقى هل استخدام تاو، هل الاهلي يستخدم تاو كمهاجم؟ فهنا نبدا نتكلم على الجناح الاخر يبقى حسين الشحات، ولا بنتكلم ان الاهلي ممكن يستغل تاو كجناح وهنا يبقى تاو وطاهر وبنتكلم على مهاجم محمد شريف او كهرب؟ فالقصه كلها استخدام تاو هيكون هيحصل ازاي في اللقاء، وهيوضح كمان النوايا بتاعه مارسيل كولر هتكون عامله ازاي. لان انا شايف لو لعب في المباراه دي طاهر جناح ولعب ب تاو كمهاجم ممكن يكون بيستغل شوية أجنحة عندهم قدرات دفاعية أكبر ويعتمد على فكرة